أهلا بكم في الجزء الثاني. طبعا في الجزء الأول تكلمنا عن أرقام وإحصاءات عن التجارة الإلكترونية سواء في السعودية أو عالميا. راح الآن أعطيكم نبذة أو قصص فشل ونجاح بعض المتاجر الإلكترونية العالمية والإقليمية خلينا نقول والمحلية كمتاجر إلكترونية سعودية. في البداية راح نسأل سؤال، ليش نطرح المعلومات هذه؟ ليش نقول قصص الفشل والنجاح للمتاجر الإلكترونية؟ وش الفائدة منها؟ طبعا أول فائدة راح نعرف أنشطة الشركات هذه والمتاجر الإلكترونية الموجودة عالميا، وش قاعدة تسوي؟ وش قاعدة تبيع؟ هذا أولا. ثانيا نبي نعرف أسباب فشلها وسقوطها، ليش فشلت؟ ليش سقطت؟ وليش نجحت المتاجر الناجحة؟ أيضا راح نعتبرها أنها نماذج دراسة لنا نستفيد منها ومن تجاربها بشكل عام، ونقدر نطبقها في متاجر الإلكترونية بإذن الله، وتساعدنا إن احنا نتجنب الأخطاء وإن شاء الله نميل للنجاح ونصبح أصحاب متاجر ناجحة بإذن الله. طيب أول موقع راح أتكلم عنه هو موقع webvan.com. وش الموقع هذا؟ هذا موقع عبارة عن سوبر ماركت إلكتروني، نشأ في 1997 ميلادية. طبعا كان سوبر ماركت يوصل منتجات غذائية للمنازل، في بدايته كان يخدم 8 مدن فقط، لكن الشركة حبت تتوسع وطرحت الشركة هذه للاكتتاب، حصلت 375 مليون دولار جراء الاكتتاب هذا، أعطاها دفعة ومبلغ كبير للتوسع. طبعا بعد الطرح وصل قيمة السهم الواحد للشركة هذه حوالي 30 دولار، طبعا يعتبر مبلغ جيد لشركة على الانترنت 30 دولار. وصلت قيمة الشركة حوالي 1.2 مليار دولار، طبعا يعني مبلغ كبير او قيمه سوقيه كبيره انك تصل بشركه الى فوق المليار دولار. طبعا الشركه وش قررت؟ قررت انها تتوسع في اكثر من 26 مدينه، بعد ما كانت تخدم 8 مدن قالت لا احنا راح نتوسع لنخدم اكثر من 26 مدينه، فقررت انها تضخ مليار دولار في مجال التوسع هذا بحيث انها تنتشر ك وير هاوسز او مخازن في عده مدن في امريكا. طبعا الموضوع هذا خلى عندها قله في الملاءه الماليه، ضخوا مبلغ كبير، قله السيوله عندهم، اضطروا انهم يرفعون بعض اسعار المنتجات للتعويض عشان يسرعون عمليه استقاء او خلينا نقول تعويض بعض المبالغ اللي دفعت. طبعا بعد ما رفعوا الاسعار ما حد اشترى منهم، ليش؟ لان مثلا المنتج اللي بدولار انا اقدر اشتريه مثلا في مكان ثاني او سوبر ماركت ثاني مثلا بنص دولار، فهذا خلى الناس تحجم عن الشراء من المتجر هذا من خلال الانترنت. وصل السعر السهم بعد ما بدوا يفلسون الى 6 سنتات. طبعا النظام في امريكا لما يصل سعر السهم اقل من دولار لفتره معينه تعتبر الشركه مفلسه، بالتالي يتم اقفالها. طبعا وصل السهم 6 سنت، اعلنت الافلاس في 2001 في جولاي، طردوا اكثر من 2000 موظف، يعني مو بس خسروا لا بالعكس سببوا في بطاله لاكثر من 2000 شخص موجودين كموظفين عندهم في الشركه. نلخص المجمل، شركة على الانترنت تبيع مواد غذائية فشلت بسبب قرار إداري خاطئ في التوسع. هذا نموذج أولي لويبفان. الآن راح أعطيكم نموذج فاشل ثاني، فشل في حقبة الدوت كوم اللي هي كانت عام 2000، اللي هو موقع بيتس دوت كوم. بيتس اللي هو الحيوانات المنزلية الأليفة، طبعا تأسس في 1998، كان يعتبر من أشهر الشركات اللي سقطت في حقبة الدوت كوم. كانت طريقة الإعلانات فيه مميزة جدا والناس كلهم يذكرونها، ليش؟ كان عبارة عن مقابلات، مثلا شكل هرة يطلع للشارع يسوي مقابلات مع الناس، يسوق للموقع هذا انهم يقدرون يشترون المنتجات الغذائية، يقدرون يشترون الديكورات، يقدرون يشترون المنازل الاصطناعية للحيوانات المنزلية من خلال الموقع هذا. طبعا النشاط مو مجرد فقط أغذية، لا كان في عدة أشياء خلينا نقول مكملة للحيوانات المنزلية، بعضها ملابس، بعضها أشياء تجميلية للحيوانات المنزلية. طبعا طرحت الاكتتاب الشركة، وصل سعر السهم إلى 14 دولار،
البزنس موديل ما كان جيد بما فيه الكفاية انه يقنع الناس انهم يشترون من الانترنت. طبعا ما قدروا يجيبون عملاء اكثر عشان يحاولون يسدون الفراغ من ناحية المصروفات، خسروا حوالي 147 مليون دولار في اول 9 شهور، كان هذا في عام 2000. طبعا ما قدروا يجيبون مستثمر اضافي انه يضخ معاهم مبلغ عشان يتوسعون بشكل اكبر بسبب خوف المستثمرين، شافوا في نزول في المستوى في من ناحية الموقع. وصل السعر السهم الى اقل من دولار، طبعا زي ما قلت لكم ان اقل من دولار في السوق البورصه الامريكيه معناته افلاس الشركه، اذا ما حافظ على مستوى السهم فوق دولار واحد معناته ان الشركه راح تعرض للاغلاق والافلاس. تم الامر طبعا، افلست الشركه، اغلقت في عام 2000، تم طرد اكثر من 300 موظف ذلك الوقت بسبب افلاس الشركه. ملخص النشاط انه كان الحوالات المنزليه نشاطهم عبر الانترنت، يبيعون اغذيه واكسسوارات وامور اخرى. سبب الفشل بشكل دقيق ان نوع النشاط لم يكن جيد بما فيه الكفايه انهم يستمرون وينمون. طيب قصه الفشل الثالثه، موقع etoys.com. إيتوز طبعا تويز مانتها ألعاب، ألعاب أطفال. طبعا سنة التأسيس كانت في 1997 ميلادية، عبارة عن متجر إلكتروني لبيع ألعاب الأطفال. طرح الموقع الاكتتاب ووصلت قيمة الأسهم للشركة حوالي 85 مليون دولار في 1999. طبعا صرفوا عليه ملايين الدولارات على الإعلانات لمنافسة تويز آر أس، منافسة وولمارت، منافسة أمازون، مما جعلها في موقف محرج ماليا انها تنافس كبار الشركات. وصلت مصروفاتها لحوالي 75 او 74 مليون دولار حسب تقريرهم في 2000. ادعت الشركه انها عندها ملاءه ماليه قويه وانها راح تكمل وان المبلغ اللي معها راح يعطيها فرصه للاستمرار لعده شهور في المستقبل، لكن حصل عكس ذلك. طلبت رأس مال إضافي، ما كان في أحد راح يستثمر معاها، وصلت ديونها إلى 247 مليون دولار وأعلنت إفلاسها في فبراير 2001. لخص سبب الفشل أنها ضخت أموال طائلة على الإعلانات، نافست شركات كبيرة لها باع طويل في السوق زي توز آر أس، زي وولمارت، وبرضه زي أمازون. فالتوسع الخاطئ ومنافسة ناس كبار في السوق هذا جعلها شركة مفلسة وأقفلت أبوابها في فبراير 2001. طيب الآن نتطرق للقصة أخرى اللي هي geocities.com. طبعا الموقع تأسس في 1994، وش كان نشاطه؟ كان نشاطه استضافة مواقع أو يسمونه الويب هوست. وصلت زياراته إلى مستوى عالي جدا، يعني لفتت انتباه كثير من الشركات العالمية. وصلت زيارات شهريا إلى 19 مليون زيارة، وكان في المركز الثالث بعد ياهو وأمريكان أونلاين. الزيارات هذه وصلها في تقريبا عام 1998. ياهو حست منافسة كبيرة لها، أنها كانت هي في المركز الأول أو الثاني، الموقع جيو سيتيز صار في المركز الثالث، فحست بخوف فقررت أنها تستثمر الموقع أو تشتريه بالكامل مقابل 3.6 مليار دولار في 1999 اشترت الموقع. طبعا بعد ظهور الفيسبوك وماي سبيس والبلوج سبوت بدأ عملاء الموقع أو العملاء اللي زوروا الموقع باستمرار أنهم يتخلون على الموقع ويروحون الشبكات الاجتماعية هذه الجديدة. تم الاستغناء عنه من قبل ياهو في 2009 في أكتوبر بالضبط، حسوا أن فيه نزول في مستوى الزوار، قرروا استغناء عنه. طبعا الآن الموقع يعمل فقط في اليابان وليس في دولة أخرى. نلخص المشكلة أن فعلا أن في منافسين أو ممكن يظهر منافسين جدد، ممكن أنهم يخلون البزنس حقنا أو مثلا المتجر أو الموقع الإلكتروني يفشل. ليش؟ لأنهم بدأوا مثلا يظهر منافس جديد، يبدأ فكرة جديدة يتقبلها العملائك الحاليين، فبالتالي انهم ينتقلون الى منافس اخر اذا ما كان فيه تطوير بشكل مستمر وفيه عمليه خلينا نقول جذب للعملاء، بالتالي راح ينتقلون الى منافس اخر في حال وجود اغراءات جديده. راح نتطرق الى موقع اخر فشل في حقبه الدوت كوم اسمه theglobe.com. طبعا الموقع تاسس في 1994، هو عباره عن شبكه اجتماعيه، طرح كاكتتاب في 1998، حقق أعلى سهم ارتفاعا في تاريخ الأسهم الأمريكية في اليوم الأول. طبعا لما يطرح أول يوم في نسبة ارتفاع، حقق هذاك اليوم 600% من سعر الاكتتاب.
حصلت الشركة تقريبا من قيمة الاكتتاب حوالي 27.9 يعني حوالي 28 مليون دولار. كانت قيمتها السوقية تقدر ب 842 مليون دولار. في 2001 شطبت الشركة من سوق الأسهم. السبب أنها فشلت في إبقاء سهمها فوق دولار واحد كما ذكرنا. طبعا السبب اللي يخلي السهم ينزل أقل من دولار اللي هو تدهور الشركة في السوق، المبيعات تكون أقل، العملاء اللي كانوا مستهدفين ما وصلوا للحد المطلوب، المبيعات ما وصلت أيضا للخطة المطروحة أو المخطط لها، فبالتالي يصير تدهور للمبيعات، بالتالي ينعكس على سوق الأسهم وسعر السهم في سوق الأسهم. لما ينزل تحت الدولار معناته إذا ما رفعوا خلال المدة معينة راح تغلق الشركة من قبل سوق الأسهم، بالتالي إعلان إفلاسها. TheGlobe.com لخص السبب أنهم ما نجحوا في تسويق الموقع بشكل جيد ليجلبوا عملاء جدد، بالتالي يصير فيه إنكم أو إيرادات الموقع، بالتالي أعلن إفلاسه. راح أذكر لكم موقع جديد، موقع اسمه Flooz.com. طبعا Flooz مأخوذة من كلمة عربية اسمها Flooz.com. طبعا الموقع أسس في 1999 ميلادية. النشاط كان يبيع عملة إلكترونية، يعني اخترعوا عملة إلكترونية جديدة غير الدولار غير الريال غير الين غير الجنيه الاسترليني غير الباوند، سموها Flooz اللي هي عملة بإمكانك تداول من خلالها عبر الإنترنت فقط لا غير. فبدأوا بالعملة هذه، كانوا يستهدفون أنها تكون بديل عن بطاقات الائتمان. طبعا تصنف الفكره هذه انها غبيه حسب محللين المتاجر الالكترونيه والمواقع الالكترونيه على الانترنت، لكنها قدرت تجمع 35 مليون دولار كاستثمار، يعني من مستثمرين استثمروا معها سيسكو، طيران دلتا الامريكي، ستاربكس. كانوا يفكرون انهم يعطون العملاء هدايا عبارة عن كوبونات بإمكانك تشتري من خلالها إنترنت عن طريق Flooz كنوع من التسويق. على الرغم أنها دفعت أكثر من 8 مليون دولار على الإعلانات ما قدرت تنجح الشركة، وأعلنت إفلاسها في 2001 بعد تقريبا سنتين من الإطلاق. نلخص المشكلة بشكل عام، ليش فشل موقع Flooz.com؟ نقدر نقول أنها فكرة غريبة، أن ما كان في أحد يتقبلها على الإنترنت، وبالتالي أعلنت إفلاسها ما كان فيه الدخل المطلوب. طيب الآن ننتقل للموقع الجديد فشل في حقبة الدوت كوم، اسمه Cosmo.com. وش Cosmo.com؟ وش الموقع؟ وش كان نشاطه؟ طبعا تأسس الموقع هذا في 1998. نشاطه الرئيسي هو موقع توصيل خدمات خلال ساعة واحدة فقط، يعني تقدر تشتري أي شيء من خلينا نقول أرض الواقع، سوبر ماركت، أفلام، مطاعم، هم يوصلون لك المنتجات هذه خلال ساعة واحدة فقط إلى باب منزلك. طبعا طرحوا الموقع للاستثمار أو الشركة هذه الاستثمار، حصلت حوالي 280 مليون دولار من عدة مستثمرين. 60 مليون دولار كان استثمار من أمازون، 150 مليون دولار كان على شكل كوبونات من ستاربكس أنهم يبيعون القهوة من خلال الإنترنت. أيضا التوصيل المجاني كان كأطروحة بالنسبة لهم أنهم يوصلون بعض الأحيان مجانا لبعض العملاء لجذب عملاء جدد، كان سبب في تدهور الموقع. أيضا معدل الشراء من قبل المشترين ما كان يصل إلى نسبة الفائدة المطلوبة لما يشترون بكميات قليلة جدا أو أسعار قليلة جدا، ما كان يعطي الريت المناسب لعملية الأوبريشن كاملة، كان السعر قليل والمصروفات عالية. خسر الموقع أكثر من 26 مليون دولار في 1999. وضعت الشركة حد أدنى للتوصيل، قالت خلاص أقل شيء للتوصيل راح نحط حد أدنى بعشرة دولار كسعر. ما صلحت الأمور، ما حد تقبل فكرة رفع السعر إلى أو وضع سعر حد أدنى لعشرة دولار. كان الشركة لديها حوالي 2000 موظف، طردتهم، أبقت منهم 900 موظف فقط من باب تخفيض التكاليف من ناحية الرواتب، أملا في الاستفادة من قيمة الرواتب هذه وضخها في الموقع أو في الشركة. ما قدرت تتعافى الشركة، بالتالي أعلنت إفلاسها وقفلت في أبريل 2001. نلخص سبب المشكلة، أن القيمة التشغيلية للمتجر الإلكتروني في عملية التوصيل كانت أقل
وخلنا نقول أكبر من سعر الخدمات. لما يكون مثلا سعر التوصيل 10 دولار وأنا أتكلف كشركة 15 دولار، معناته أنا صرفت أكثر من الإيراد اللي جاني، فبالتالي أعلنوا إفلاسهم وأقفلت الشركة. أيضا راح أتكلم على موقع جديد، موقع اسمه garden.com. الموقع هذا من اسمه يدل على حدائق، طبعا تأسس في 1999. النشاط كان يبيع أدوات الحدائق، طبعا في أمريكا تقريبا مهتمين بالحدائق بشكل كبير ومعتنين فيها، فتوقعوا أنهم يلاقون إقبال كبير جدا من ناحية بيع الأدوات تنسيق الحدائق وغيرها من الأسمدة والمنتجات الأخرى. طرح طبعا الموقع garden.com للاستثمار كشركة مساهمة في سوق الأسهم الأمريكية. وصل سعر السهم حوالي 20 دولار، لكن بعد عام من الاكتتاب الشركة خفضت 40% من القوى العاملة اللي عندها، لأنها خسرت حوالي 10 مليون دولار كمحاولة ضخ للموقع وجلب مشترين جدد. الشركة فشلت تماما في عملية الجاردنينج اللي هو عملية الحدائق وأدواتها. قالت أنا بأقلب نظام الشركة ونشاط الشركة إلى عملية شركة سلسلة توريد، بحيث أنها تكون بي تو بي موديل، تورد إلى شركات أخرى، تكون وسيط بين شركتين في عملية التوصيل. طبعا الموضوع ما نجح معها أبدا. حاولت الشركة أنها ترفع سعر السهم اللي وصل 6 سنتات أقل من دولار طبعا، بالتالي ما نجحت في رفع سعر السهم وقفلت الشركة مفلسة. طبعا زي ما قلنا لكم في bits.com في أكثر من شركة ما قدرت ترفع سعر السهم حقها بسبب تدهور مبيعاتها، وبالتالي أقفلت الشركة. نلخص سبب الفشل بشكل عام، أنها ما قدرت تسوق منتجاتها بشكل المطلوب، وما قدرت تحصل على عملاء أكبر لرفع مستوى الدخل. إذا التسويق لو لاحظنا أنه مطلب أساسي في بعض الشركات، أنها ما قدرت تصل منتجات أعلى. ليش؟ مو سبب التسويق سيء، لا، نوعية المنتجات ما كانت جيدة، وبعض الشركات لا ممكن يكون التسويق فيها سيء. طيب خلينا ننتقل من الأمور الإدارية والتسويق إلى أمور أخرى. راح أعرض لكم الآن موقع جديد اسمه poo.com poo.com. طبعا الموقع هذا تأسس في 1999. حجم الاستثمار اللي وصل له 135 مليون دولار. النشاط كان متجر إلكتروني لبيع الأزياء النسائية، كان متخصص في الأزياء النسائية فقط. طيب والسبب فشله، سبب تدهوره؟ طبعا الموقع هذاك الوقت كان بدأ حقبة الفلاش في تصميم المواقع، فصمم الموقع كامل من خلال تقنية الفلاش. الانترنت في هذاك الوقت كان بطيء جدا، في تقريبا 1999 ما كان يتحمل وقت الداونلود لعملية الفلاش وموقع ككل انه يكون فلاش، فكان في بطء شديد جدا في عملية التصفح، في عملية اختيار المنتجات وعملية التنقل بين المنتجات، فبالتالي احجم العملاء عن الشراء منه بسبب تذمرهم من بطء الموقع، وبالتالي اعلن الموقع فلاسه. ما حلوا المشكلة بشكل جيد، ما حولوا التقنيات المستخدمة في الموقع لتلافوا مشكلة البطء، فبالتالي العملاء تجنبوا استخدام الموقع وابتعدوا عنه، بالتالي أعلن إفلاسه. الآن خلصنا تقريبا قصص الفشل، استفدنا منها أشياء كثيرة، وش الأشياء اللي أدت إلى فشل المواقع هذه، كيف فشلت، وش أنواع المنتجات اللي كانوا يبيعونها، وهل هي كانت متقبلة من قبل العملاء آخرين أو لا. هذا الآن راح ننتقل إلى محور آخر اللي هو قصص نجاح متاجر عالمية، كيف نجحت، خلونا نتعلم منها كيف بدأت وكيف نجحت، وش كان مصدر إلهام المتاجر هذه. طبعا راح يكون على رأس الهرم اللي راح نتكلم عنه الموقع المشهور أمازون، amazon.com. طبعا المؤسس معروف جيف بيزوس، تكلم عنه في المحاضرات السابقة. تأسس موقع أمازون في 1994، عنده أكثر من 90 ألف موظف. دخل السنوي لموقع أمازون حوالي 74 مليار دولار، هذا الدخل السنوي. طبعا يعتبر ميزانية عالية جدا كدخل سنوي بالنسبة للموقع الإلكتروني للتجزئة على العالم. طبعا الموقع يعتبر أكبر موقع للتجزئة على العالم زي ما ذكرنا في واجب المحاضرة الأولى. طبعا جيف بيزوس كان منصبه نائب للرئيس في شركة إدارة استثمارات كانت موجودة في وول ستريت، تخلى عن المنصب حقه، راح فكر في أنه يبدأ بزنس جديد أو متجر جديد بحيث أنه يدير لها ربح. فكر جيف بيزوس في 5 منتجات يعتقد هو أنها كانت منتجات واعدة، يعني قال أنا خليني أفكر السوق شو فيه موجود.
صنف 5 تصنيفات لمنتجات موجودة في السوق أنها أكثر طلبا واختار منتج واحد. وش الـ5 منتجات اللي كانت واعدة بالنسبة له أو صنفها أنها لها مستقبل واعد؟ اختار الأقراص المدمجة، اختار أجهزة الحاسوب، اختار برامج الحاسوب، واختار أشرطة الفيديو، واختار الكتب. هذه التصنيفات اللي قبل ما يبدأ البزنس حقه قال هذه مطلوبة في السوق وش راح أختار منها. سوى دراسات، حلل الـ5 فرص هذه كمنتجات. آخر شيء قال أنا راح أدخل في مجال كتب لسببين مهمين حسب تحليله. قال أن الكتب تعتبر عليها طلب عالي هذاك الوقت من ناحية الجامعات ومن ناحية البحوث والأشياء المطلوبة، فقال طلب عليها عالي تقريبا جدا من ناحية العملاء، فأنا راح أدخل في المجال هذا. السبب الثاني اللي خلاه يدخل في المجال إن كان عدد الكتب المطبوعة والمنشورة كبير جدا، فالمطابع قاعدة تطبع والمؤلفين قاعدين ينشرون بشكل كبير، فهو قال هذه فرصة أيضا أني أحصل على كتب من موارد إضافية، أني أحصل على كتب جديدة وبيعها للناس لأن يطلبون أيضا في السوق كتب أكبر. إذن نقدر نلخص سبب نجاح أمازون أنه تنوع في المنتجات. أول شيء بدأ في الكتب، بعدين بدأ يتنوع في المنتجات، أيضا تخصص في خدمة عملاء جيدة، وبالتالي الناس ارتاحوا للتعامل معه، حسوا أنهم بأمان عندما يشترون من موقع مثل أمازون، وبالتالي صار فيه استمرارية وصار فيه لويالتي أو ولاء للعملاء بالنسبة لأمازون، وبالتالي زادت مبيعاته في كل سنة عن الأخرى. طيب راح ننتقل لمحور آخر من قصص النجاح أو موقع آخر. الموقع هذا اسمه ebay.com، طبعا موقع مشهور جدا. اللي بدأ الموقع هذا شخص طبعا أصوله إيرانية، جنسية أمريكية، مولود في فرنسا. الشخص هذا بيير أوميديار أسس الموقع في سنة 1995. حاليا او في 2013 عنده حوالي 27770 موظف. الدخل في 2013 في موقع ebay كان حوالي 16.5 مليار دولار، طبعا يعتبر مبلغ كبير، طبعا ما يصل لامازون، لكن يعتبر موقع جد موقع جدا رائع من ناحيه الانكم كدخل مقارنه بالمواقع العالميه. وش قصة ebay.com؟ طبعا فكر بير انه يبدا مزاد الكتروني على طريق الانترنت. كان موقع اسمه ايكو باي، ما لقى الدومين هذا موجود، ففكر في انه يحور الاسم هذا، حوله الى ebay بدل ايكو باي.com. طبعا الموقع ركز على زي ما قلنا انه كان مزاد الكتروني، انه يعرض فيه منتجات من عملاء الى عملاء اخرين على نظام او الموديل سي تو سي، كونسيومر تو كونسيومر. طبعا الموقع حقق قفزات كبيره بشكل كبير جدا، الناس ارتاحوا للتعامل وعرض منتجاتهم. نقدر نلخص تقريبا ان نسبه النجاح الكبيره اللي حققها انه كان يركز على المعروضات، خلنا نقول أو المنتجات الجيدة نسبيا، إن ما يكون فيه أشياء عديمة الجدوى كمنتجات، أي منتج ممكن تعرضه، لا، كان يركز على منتجات ذات القيمة الجيدة اللي راح يطلبونها الناس وتكون جميلة ومنسقة وما يكون فيها التراش، أو مثلا ما يكون مجرد أدوات تالفة أو مثلا منتجات تالفة تبغى تبيعها على الإنترنت، لا، كان يركز على منتجات اللي تكون ذات جودة عالية، بالتالي أخذ ثقة العملاء. أيضا كان يضع قوانين صارمة على المتلاعبين، مثلا لما تحط مثلا جوال تذكر مواصفاتها انها مثلا جيدة، ما في خدوش، ما في كسر، ما في كذا، لما تتفاجأ ان تشتريه وتشتكي على الموقع انك اشتريت المنتج غير مطابق لما هو مذكور، ebay يضمن لك حقك كاملا، وهو راح يحول القضية هذه الى قضية فيدرالية يطالب فيها البائع بسداد الاموال، فالمشتري راح يضمن حقه، ايضا البائع راح يضمن حقه، وبالتالي كون سمعة جيدة من ناحية قوانين الصارمة اللي يطبقها من ناحية تبادل السلع بين الأفراد. راح أتكلم عن جزء ثالث أو موقع ثالث مشهور ظهر مؤخرا، موقع طبعا مش أمريكي، تكلمنا عن أمازون إيباي مواقع أمريكية. خلونا الآن نتكلم على جانب آخر، موقع آسيوي وبالتحديد صيني، اللي هو موقع علي بابا. طبعا موقع علي بابا أسسه شخص يطلق عليه اسم جاك ما، طبعا أسسها في 1999، عنده حوالي 24,000 موظف يعملون تحت اسم الشركة. الدخل طبعا يعتبر موقع نسبيا جديد مقارنة بإيباي وأمازون، دخله حوالي 7.5 مليار دولار، هذا آخر دخل له في 2013.
طبعا علي جروب او علي بابا جروب الشركه هذه اسست لها اكثر من متجر، متجر يعتمد على البي تو بي، ومتجر يعتمد على السي تو سي، ومتجر يعتمد على البي تو سي. فهي نوعت المتاجر الالكترونيه اللي عندها، اطلقت طبعا اول موقع كان علي بابا يعتمد على البي تو بي موديل اللي هو من تاجر لتاجر او بزنس تو بزنس. فانا تاجر ممكن ابيع لتاجر اخر مواد خام يقدر يصنع منها منتجات. ايضا فيه موقع اسمه tabu.com، هذا يعتمد على نظام سي تو سي زي اي باي، انا عندي منتجات كفرد اقدر ابيعها على فرد اخر ويشتريها مني، هذا الموديل سي تو سي. ايضا عندهم موقع اسمه tmall.com، هذا موديل بي تو سي بحيث أنه يعتمد على بيع المنتجات الأجنبية الماركات الأصلية اللي جاية من أوروبا أو جاية من أمريكا، فيبيعها على الشعب الصيني أو المنطقة الأسيوية من خلال تيمول اللي هو بيزنس تو كونسيومر، من ناحية جلب منتجات عالمية براند معروف متواجد في أوروبا في أمريكا وبيع لأشخاص موجودين في آسيا أو في الصين تحديدا. طبعا لما نتكلم عن سبب نجاح موقع أو خلينا نقول الألي بابا جروب، كان الأساس اللي يعتمد عليه اللي هو التخطيط الجيد. كان جاك ما يخطط بشكل جيد حتى في نسبة التوظيف، انه يختار ناس معينين انه يستهدفهم التوظيف، ما يوظف اي شخص، لا يبغى ناس يعطون قيمة اضافية للشركة انهم يبدعون فيها ويعطون بالتالي قيمة اضافية انها تعطي قيمة تستمر فيها الشركة وتنجح فيها الشركة. أيضا استغل جاك ما رأس المال اللي ضخها. طبعا جاك ما أول ما بدأ علي بابا بدأ في المنزل في غرفته الخاصة كمنتجات، وكان يجمع منتجات وكان يبيعها على أشخاص من البيت، يعني هو جالس في الصالة يعرض الكنب حقه للبيع، يعرض التلفزيون للبيع، مجرد أنه يبغى بس يمشي. وكان يقول قصة طريفة أنه كان هو اللي يشتري هو اللي يبيع، يعني يقول بس عشان يسوي حركة كان زميلي يعرض مثلا تلفزيونه أنا أدخل أشتري منه، بس مجرد أن حنا نشتري من الموقع ونحرك الموقع بشكل جيد. أيضا كان يقول أن بعض الأشخاص لما بدوا يعرضوا منتجاتهم يقول كنا نشتريها منهم وحنا ما نحب في حاجة، يقول آخر شيء طلع عندنا مستودع كله جاربج أو كله خرابة من ناحية المنتجات ولا استفدنا من ولا منتج. بس ليش سووا الحركة هذه؟ عشان يحسسون الناس أن في ناس قاعدة تشتري منهم من باب ماركتينج، من باب تسويق. بعضهم يقول ممكن نوع من الكذب أو مثلا الادعاء في عملاء، لكن هم استخدموا الطريقة هذه كنوع من التسويق، أنه لما ينعرض منتج راح يلقاه شخص آخر ويشتري. طبعا جاك ما استغل رأس المال بدقة، استغل كل دولار أو كل مبلغ في رأس المال في زيادة قوة الشركة، وحطه في المجال المناسب والقسم المناسب عشان ينميه ويطلع بشكل أكبر. الآن حنا خلصنا من المتاجر العالمية، تكلمنا عن أمازون، تكلمنا على إي بي، تكلمنا على علي بابا. خلونا ندخل شوي في المناطق أو خلينا نقول المنطقة الإقليمية السعودية أو دول الخليج، وش المتاجر اللي موجودة فيها. طبعا أكيد أغلبكم يعرف موقع سوق.com. طبعا سوق بدأ قبل عدة سنوات، سوق انتشر في المجال الخليج العربي. طبعا سوق بدأ تقريبا أو انتهى خلينا نقول الآن قيمة السوقية أو خلينا نقول حجم الاستثمار اللي مطروح فيه حوالي 150 مليون دولار، تقريبا نص مليار ريال سعودي. في موقع أيضا مشابه له، طبعا سوق يعتمد أكثر الأحيان على بزنس سي تو سي از بلاتفورم، كمنصة من مستهلك إلى مستهلك آخر، شخص يبيع منتجه إلى شخص آخر. أيضا في موقع آخر يطلق عليه نمشي.com. نمشي بدأ في الأحذية بشكل عام، حجم الاستثمار اللي تلقاه حوالي 43 مليون دولار. تقريبا هذه المواقع خلينا نقول الإقليمية اللي موجودة في الخليج وتستهدف مواطني دول الخليج من ناحية المبيعات. خلونا الآن نتكلم على متاجر إلكترونية سعودية بدأت ونشأت بشكل جيد، وخلينا نقول نسميها احترافية تقريبا مقارنة بالمتاجر الأخرى اللي يغلب عليها الطابع الفردي. راح أعرض لكم المتاجر هذه، روحوا زوروها شوفوا كيف بدأوا، تعلموا منها لما تطلقوا متاجركم. طبعا هم بدأوا في فترة سابقة، بعض المتاجر هذه احنا نملكها في شركة رقمنة، راح أعطيكم نبذة عنها. طبعا راح أول أتكلم عن متجر بادز كمتجر أولي. طبعا متجر بادز مملوك من قبل شركة رقمنة. طبعا متجر بادز أسس في عام 2012، متخصص في ملابس الحوامل والمواليد والأطفال، يعرض منتجات أو براندز عالمية
يمكنكم تسوق من خلال الانترنت وتصلكم في دول الخليج كاملة. عندنا متجر فلوريش، متجر فلوريش متخصص في المكياج، وأيضا هو متجر تابع لشركة رقمنة، فيه براندز عالمية موجودة مكياج، طبعا جميعها منتجات أصلية معتمدة. في متجر ورقات أيضا هو جزئيا تابع لشركة رقمنة، متجر ورقات يبيع كتب عربية، بإمكانكم تصفحها من خلال الموقع وشرائها أونلاين، وأيضا الكتب تصل لجميع دول الخليج من خلال شركات الشحن. أيضا في متجر اسمه متجر قرطاسية، اللي يبحث عن الستيشنريز، المنتجات القرطاسية اللي يبغاها كمنتجات المكتب، بحيث أنها فيها أقلام دفاتر، بإمكانه يتوجه إلى متجر قرطاسية، راح تظهر لكم الروابط. أيضا في متجر فانيلا للأشياء النسائية، ملابس نسائية. في متجر حرفون يتخصص في اكسسوارات الهاتف، الهواتف الذكية. في متجر دكان أفكار في بعض الأشياء الغريبة. أيضا في موقع اسمه مانجو جيزان، يوفر لكم مانجا من جيزان من المصدر ويشحن لها لكم في أي مكان في السعودية. هذه تقريبا مجمل المتاجر الإلكترونية السعودية اللي نشأت بشكل احترافي، وأرى لها مستقبل إن شاء الله قادم بإذن الله. أنصحكم أنكم تجربون تشترون من المتاجر هذه، تشوفون تجربة، تعيشون تجربة التسوق الإلكتروني، تشوفون كيف أنهم يتعاملون معكم كعملاء وكيف يقدمون الخدمة. أيضا راح يعطونكم المنتجات هذه، راح تصلكم تشوفون كيف وصلت لكم المنتجات، كيف قاموا بالتغليف، كيف قاموا بالتواصل معكم، كيف قاموا بعملية شحن المنتجات. هذا أيضا يعطيكم نبذة عن طريقة التعامل المتاجر الإلكترونية في السعودية. راح أتكلم عن الجزء الثالث قبل أن أبدأ تجارة الإلكترونية، راح أتكلم لكم عن نماذج الأعمال، لكن بإذن الله راح يكون في الجزء الثالث. أراكم إن شاء الله في الجزء الثالث.